تحالف الأنبار الموحد الذي تأسس لكسر الاحتكار السياسي للحزب الحاكم في الأنبار بعد فشل الأخير في تقديم نموذج لمشروع سياسي محترم تلتف حوله الجماهير، فيما يسعى تحالف الأنبار إلى إجراء تغييرات جوهرية تصب في مصلحة المواطن وملاحقة المتورطين بعمليات الفساد المالي والإداري المستشري في الأنبار. وكونوا على ثقة أن شراكتنا معكم طويلة طويلة الأمد، ولن يهدأ لنا بال حتى تستعيد الفلوج الأبية مكانتها المرموقة التي تنازل عنها سفهاء القوم من أجل مصالح شخصية. ختاما، أشدد مجددا وأنا وكل أعضاء تحالف الأنبار الموحد من مكتب سياسي وأمانة عامة وهيئة عامة، سنعمل ونستمر بالعمل لخدمتكم ولخدمة أبنائكم. ويرغب التحالف باستقطاب كافة الأحزاب والشخصيات السياسية التي تعمل على تصحيح المسار السياسي الخاطئ الذي أفرزته بعض الأحزاب المتسلطة على المشهد في الوقت الحالي. قيادات سياسية بارزة تنضوي تحت خيمة تحالف الأنبار الجديد الذي أسس لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي سجلت مؤخرا في المحافظات المحررة والوقوف بوجه سياسة تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.